انا عايزه اسالك حاجه برضو استاذ محمد. اتفضلي. يعني احنا بنرجع بالتاريخ كده للماتشات، وعايزين نرجع برضو للجماهير، لان الجماهير جزء كبير قوي من النوستالجيا، بيبقى ليهم دور قوي في كل المباريات تقريبا. يعني خلينا برضو نرجع وتحكي لنا كده عن، وحضرتك كنت بتحضر، تبقى حريص دايما تكون موجود في طبعاً. يعني ماتشات مختلفه وبطولات مختلفه خاصه بالاهلي. احكي لنا كده كانت الكواليس بين الجمهور ازاي، برضو يعني مفتقدين احنا الحته دي. والله سؤال جميل جدا وسؤال عاطفي، يعني هز وبداني من جوه. انا كنا نروح في حاجه حلوه قوي، احنا كنا نروح من بدري ونقعد ونجيب اكلنا معانا وبتاع وميتنا ونقعد عائله كده نادي الاهلي. اتعلمت وانا في جميع النادي عمرنا ما شتمنا. يعني حتى لو في بعض الناس كل جمهور فيهم متدسين اكيد كانوا ياخدوا جنب كده مع بعض، لكن احنا كنت اول ما اتجوزت وخلفت كنت شلت ابني لبسته احمر وخدت المدام بتاعتي وايه ومافعين نادي الاهلي ورايحين عائله. ها اول ما نقول اهلي اهلي بقى ابني يكبر يقول اهلي اهلي فرحان. ليه؟ وانا صغير كنت جمهور، كنا بنستنى النادي الاهلي بعد كل مباراه، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن ماهر حمام، كابتن مختار، كابتن شطه، ناس كده نبص لهم رموز طبعا الاخلاق والتاريخ العظيم، وبيلعبوا لاخر اخر لحظه، وبطولات نادي الاهلي في السبعينات دي كانت غير عاديه. وكنت انا صغير فكنا نقف كجمهور نستناهم بعد الايه؟ بعد المباراه، ونقعد نسقف ونعمل لهم كده وبتاع. لما شفت كابتن الخطيب من كام سنه كده قلت له يا كابتن من 45 سنه نفسي اشوف لسه رد لك البوسه. فجمهور الاهلي جميل عظيم، تقعد في السيك كده احتفاليه جميله، رايحين نفرح، تشجيع الحلو للفريق دايما وفي ظهر دايما الفريق واثقين في اللعيبه وبدعم كبير. طبعا الاهلي هو القوه القويه جدا بجمهوره طبعا بره مصر وجوه مصر. والنادي الاهلي خش على الصفحه شوف الاسلوب الراكب في التعامل. ليه الاسلوب الراكب بتاعنا؟ لان احنا القمة. والله انا قلت الكلام ده اول ما انضمينا لقناه الاهلي، حتى الجمهور او الناس المتابعين هم مثلا لما تخش اي حد ولو جاب ربع اسم حتى مش لاعب مذيع اي شخص بينتمي للاهلي تلاقي هم اللي دخلوا ردوا، هم اللي دفعوا، هم اللي عملوا، هم اللي شجعوك. يعني تحس انت وسط اهلك فعلا على كل الاصعده مش بس لعيبه حقيقي. انا كمان كجمهور وانا قاعد بتفرج على النادي الاهلي وبيحتفل، ايه ده؟ احتفاليه. انا كنت قاعد في الامارات وشفت الاحتفاليه هنا، بقيت قاعد فخور بنفسي. حلو قوي الحمد لله. حاجه جميله جميل. يا فندم كل واحد عارف بيقول ايه، واقف ازاي وعارف مكانه. استاذ نواند واقف، استاذ كريم قاعد وسط الناس اللعيبه. عايز اقول لحضرتك المشهد كمان كان في بعض الناس منزله صور، يعني انا شفت بعض اللقطات دي على السوشيال ميديا، الناس في الاوتيلات اللي حوالين النادي الاهلي. أيوة يعني الاوتيلات الشهيره المعروف، ناس مصوره المشهد من فوق، التتش كله باللون الاحمر والذهبي والتنظيم، كان شكل حلو قوي بصراحه. ده منظر عظيم وحضاري وانا قاعد بره بشوف، ده منظر سياحي، ده عمل جذب سياحي. يعني الرياضه بتعمل جذب سياحي طبعا، مرتبطه باستثمارات. ها وحاجه عظيمه قوي ده يا جماعه، النادي الاهلي ده واجهه عظيمه لمصر. يعني احنا فرحانين كنادي اهلي ان احنا طلعنا شجعنا الاهلي، طلعانين اللون الاحمر ده هو شعارنا، طالعين ان الكابتن الخطيب هو رمز لينا وكابتن حسن حمدي رمز لينا. طبعا رموز كثيره يعني نتشرف بيها.